مادام ما فماش الحكومة الجديدة ها تخدم مادام فماش ان شاء الله كتولي حكومة جديدة هذه تخدم على روحها تولي الامور بالصواب ومريقلة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذه غلطة عملها هو حقهم الاول الاحزاب الكل حتى يشاركها ويختار والاجدر صحالي اشكرك الله فيك. عندنا بطح عندنا بطح كبير موجود البطح الفراغ السياسي مليش ها باش نقول لك علاش لان كيما ذكرتي انت اللي ما ثماش حكومه البلاد هكا تشوف فيها معناها ما ثماش هذا تصريف اعمال هذا يعني المكلف بتشكيل الحكومه لهنا شكون اللي باش يقوم مقام البلاد هذه هي الحكومه انت ما ثماش وعلى جميع المستويات على جميع المستويات منين تتلفت تلقى الامور ماهيش ماشي ماهيش هي وزيد الوضع تاع البلاد هيك تشوف فيه اقتصاديا واجتماعيا معناها ماهوش ماشي التشغيل ما فماش بالكل فهمتي لا معناها ان شاء الله واحد يقول بقدر خير كهو لا من اللي توفى سي البشر اقل حاجه هاري يحرك هو وينهي ويعيط ويجمع العباد ويتحدث وما يخليش معناها البلاد في النسق هذا فهمتني؟ اليوم هكا تشوفي من اللي توفى سي الباشي بون جا صارت الانتخابات الرئاسيه تبعنا الخير نحن معناها باش البلاد تبقى وين العمليه هي في الحكومه الاولى فشلت والثانيه الله اعلم شنو اللي باش يقع فهمتني؟ والاحزاب هاي كل حد من ساعات كبيره كل حد من يجبد روحه شكون اللي مشى في الواحد في العرس هو الشعب. والله ايش باش نقول لك ساعه بريمو تو الوضع الحالي تو ما فهميش الاستقرار فيش علاش ما فهميش الاستقرار كل واحد يجبد ليه كل اطراف تجبد ليها سوى من هذا سوى من حكومه اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله معناها كل واحد يجبد ليه الاطراف كل واحد يجبد ليه كل واحد يحب ليه ما فهميش واحد قاعد يخمم على مصلحه البلاد كان جات الرؤيه واضحه والناس كل تحب تحط يد في اليد ونمشيو لقدام رانا مشينا ما نحن كل واحد يجبد ليه لا تعرف هاك تشوف الوضع البلاد تو حالته كيفاش من دهور فهمني واحد يجري معناها يجري ويجري ما عادش خالف ما عادش فاهم روحه اي قضيه باش تقضيها في الاداره معناها تعطيلات ياسر مشاكل فهمني الوضع معناها وان شاء الله اللي جاي خير وكاهو لا ما فماش فراغ والله فماش حتى فراغ شنو انتباهك؟ الاداره تخدم على روحها نورمال بيع ولا بلا بيع ما احنا ما خاطر معاهم حكم تصريف اعمال وكل دونك حكم تصريف اعمال تصريف العمال قاعد يخدم اكثر من قبل انا نشوف فيه قاعد يخدم اكثر من قبل النهضه هي التحكم في اللعب بالسيف عليه لازم يقبل وما كانش لازم يسجل اذا ما دخلش توا معناها هو من قبل الخارجين مع التكتل من قبل الخارجين رجع للاضواء هذه فرصته يمكن ما تعودش يلزم يقبل بالسيف وكان يلزم حتى داخل عبير حسب متابعتي للسياسه في تونس الحياه البدايه مشكله تناقض بين الفخفاخ والنهضه بموضوع انه هو بدا من الاول يقول انه انا قلب تونس لا من هنا بدات المشاكل انت لما تيجي تقول انه ما فيش بالبدايه معروفين في تونس انه ما فيش اقصاء وهذا كان الهدف من البدايه لما تيجي تقول انت قلب هلا لو قلت الحجز الدستوري الحر برا اللعبه هو اصلا برا اللعبه هو رافض ما في مشكله اما لو تقول قلب تونس ملوش في اللعبه والحزب الثاني اللي موجود في البرلمان تقول هو برا معناتها حكمت على نفسك مسبقا بفشل الحكومه من هنا كان لما الشيخ راشد الغنوش يقول لابد من انه قلب تونس تكون موجوده في الحكومه هنا صار الخلاف بين التنين فالنهضه مره كمان هي متناقضه شويه في سياساتهم مره تقول احنا مع الفخفاخ مره ضد الفخفاخ طيب انت شفت الحكومه السابقه والقرارات اللي اخذتها وسبب الفشل اللي موجوده مفروض انت هذا تستفيد منه وتنطلق بشكل جيد وبالتالي بداية كانت مش معقولة اللي هي رفض قلب تونس هنا بقي في مشكل يرجع
إذا بدي رجع قلب تونس معناتها هو تنازل عن الشيء المبادئ اللي بدأ فيها، وإن ما رجعش تونس ما فيش حكومة، ما فيش حكومة معناتها في انتخابات تانية، كل الناس دخلت في دوامة. طب ليش تدخل تونس في دوامة في ظروف هي ظروفها الاقتصادية تعبانة وكل شيء؟ ما كان من البداية انطلق انطلاقة جيدة. أنا بعرف ياسر فخ من سنين تماماً، ومن لما كان وزير مالية وكل حاجة إلك في السياسة، وشفت الوضع اللي موجود في تونس والوضع لا يحتمل، ليش ما تنطلق انطلاقة جيدة وتعمل فيها مبدأ تتناقش فيه مع الجماعة الكل؟ فبالتالي هذه المشكلة في تونس، ما نظر للوضع في تونس بشكل عام، ما نظر للمصلحة الوطنية، فبالتالي الجماعة داخلين بحياتها. تشكرك يا مصدر المول من باحت دو جور باش يعملوا حكومة، علاش الوالتردمون الفاكتور طان عنده ستبي طان بيريسابل.